نبغى عليه الصلاة والسلام أصلا با هبين كيسة سفي عن بوت فجري لكن وحل يدي رمضانك سيبا طبنك الدنب ونولين جري بالي وحلغن ولي وحوفي عن صلاة وهي صلاة هداي كوي نبغى وكاتا وحي كولان سنيسا قرآن أخرسكي تسبيح دي تحميد دي تهليشي وحي الله بهنايا وردي يوم بكو جري إلو بحنا يوردنا وردية أي أيها الكجرة وحلقنا على أي مركة صلاة الليل كوفي عن هذا اسكو كالصورين وإسلاة ذي ورحقة دمية وإكهاتة قدونتا حقه هركنا عليه هذا ترقر نمدى اسكو اكتهي وانتاد مالنتي وصي حتى أتسلاة ذي هبينكي واتكعي كريسا هبينكي نوله هبينكي انت تكو كرتبا تكو اسكو يري نبو عليه الصلاة والسلام هبين كيف حكوله سمين شري سلاك الليل كان غير عنه وكيعين شري ألا تقو ماني فتصليان بقولها علي هي فاطمة وتنع عائشة قتل مامسة ويوقظ أهله أهل كي سنوة توسين شري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إلى هنا قرأ قتل مامي أهل كاغ صلاة فر وكو الصبر له إذن أيها الأحبة حبيب النبي عليه الصلاة والسلام صوت وصيبه ومسلم ملاذ يسقوا أرجع حسن ولا سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن سبحان الله النبي لي عوام حا خزنة ذا إلهي نبعوي لك سودكي ما فتن سودكي ورياته وسيب النبي لي قريها كان قوة كتيرة وهوين كسبوا تلمام يا قريه بساكس أخوح الراية صواحب الحجرات يا توسي ابن نبو عليه الصلاة والسلام لكي يصلينا سيأتو كذال وايو رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ابن نبو لا أركيه من الدنيا مريه هو وأسطرا وآخرة قاوم ابن نبو عليه الصلاة والسلام أدوك قفي عن الله يقانا بساطة الله يقانا لكن آخرة مرك الله تقول أن وحبا مال أوامين إذا وحي الله أنه وقتي هذا كلب النبي قوة توسين شري هوان كيسا إنه سلاة كدان لكن طبعا كان هبين سيقارو توسين شري ويا وحي عايشة حديث كاكو تلمامسي وشد المئزر شد مئزرة حلو قتشي ذا قنت قوات كيسين شري لبما عنابا علماء دوي سارا إن إليه وكناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد ومعناه التشمير في العبادات يعني إن إليه وكناية وصرباب لقت الماميو سيدة وعد عبادة وقد ذلك شري وقبض شري انت عدد واحد ومركا مالك سمالد وإنادان قنت بهبل ليش أسكرية يعني وحيد حيتي وأفيتي إنه أرنكا قبطه ولما دبرنا وحابي كوفا صرا وإلي شد المئزر كو حويان مباحات كيو الله قتقو ووام حي هوين كو كديران شري ويا دو اعتكاف شري وفق معتكف كان وام حي هوين كد الله بطقو ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد بين هيري هوين كهو قلموننا إذنك وام حي مساجد كو اعتكاف سان إذن طبعاً كان إنه عبادة وحد حدة وحقوت المامية وح واختي هذا كلام مباحها أما عبادة بقها هوين إذا ده حلاش أتكو قبطينا ده تكتوى نوع من العبادة أجر بالله سيقى قرابه النبي عليه الصلاة والسلام لكن طبعاً كان عبادة عبادة ده كفضل بضم على الربعين تصريسه طبعاً كان عبادة عبادة ده كفضل بضم له سيدا أوجد بو حتى هوان كوك هجرون شرو اعتكاف شر مركا وحي تلمامسا حتى وحيابي مباحاتك واعتكافك مركا وامحي اعتكافك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ابن عمر حديث كوريني وكو تلمامي نبو عليه الصلاة والسلام وحي اعتكاف شري طبعا كان رمضان الدنباية عائشة وطالة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. حديث صحيحين كي الله نبي عليه الصلاة والسلام واعتكاف شري طبعا كان رمضان وقد بيا إلى أن تكلمني يبي لذلك متقين استجد بدينا بيتري هوين كيسا اعتكاف شري اعتكافكو وين قابن هذا نقطة الممنوع ما عندنا يدو حويا قفكو إنه عبادة الصحيحة ومباحات كي يماضف انتو مساجد كي يماضين وإذا هذا كم بحماية مساجدك ومحو كي يمركا وحيا ببضان المباح واها هوين كي سيو كي يمي هداد هوين كي كتمي محاكا ليلة ربعين أتكتكتو وحي علمدو إلى فضول الكلام وفضول الطعام وفضول النوم وحاصر لن وين أتكتكتو بين هذه وين اسكدي ساعة ندى بدني دي ده عنا ده هذيك وجبة ده طعولة سياق وجبة ده نيجي يهرد ده يروح لما ده يرى يسوع هذا الكلام تشوج هذا الكلام وحن ورد يا عبادة هين كبه تتكبر ما أنت اعتكافان شكاون بلابا وما تسوق على ويسكي تشوج تدا شكاي ليش دا شكاون وادي لهاي قل أنت ربك يسكي صوت دبر رشطة وأنتو اعتكافه أيوة أنت ربك وادها وهذا هو بيتشي دي وحي قليسه ما ادم قال هذا هو شركتك الا هو الشركه شركي سيوني اصل هو حويان اعتكاف كما معني شبه وحويان وحي مركي تشوكتي مباح اسكا اهابت ربطا ان تكتكتو وحكاتك سعطا وحط ربطا ان تقارو النغطو عباده وحط ربطا ان توبا كان هبيني توبا كان مالموت قارو النغطي شقضا دوين النغطو محي ان عباده يسدو مرتاك انت تكنيسو مرات قرآن أخريسو مرات وردينيسو مرات نبي صليسو عليه الصلاة والسلام إن وردي هذا وحاقه بالبلايين والملايين إن وردي قاقوا النقضه طبعا كان معلمه وهل كانت شيكين لهي أما ورك الآخر ور حتى علماء دي مسلمين تهرمت تغانا علماء دا برد بار رمضان حتى وحي شوشين جري كتب تي أخري جري كتب تي الأخري جري كتاب سوماها وخير لي هلي علماء دا برد بار كتب تي توشين جري إمام مالك يوحى على شيخه حتى حديث يو دينجر حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام آخر السود دينجر القرآن هو مو بعجر رجل بيش أنا وبيش القرآن كي ورجل ده بتنا علمك خلونا من البيس كذي كذي علم القرآن كم بابيش الرب كذي إذا ما يشر رجع رجعها وكتب تعلم جاي تكتب جو حق القرآن جو سيقول إيه مورد جو سيقول إيه هذا ده دمر حق الشيخ ده وسيقولته يا إنترنت كوا ما هو متسبحان الله صباح عيسى مكان اعتكافك انه ما كان ايوه اعتكافك الرقا هو اي اعتكافي شري هذا بقى نبو عليه الصلاة والسلام سنة يو لمن ايه لباطن بابو اعتكاف ايبا الله الى هذا لباطن امام الزهر ايبا والله قشيقا عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله نبي كما تجي بيرسو مدينه ويمي انه معتكف في هاي اذا انت بان كان هبين ان هذا اعتكافته او ورديده او قران اخرديد او صلاتك تيد او هبين يا مالين بمساجدك تشوكتيد اي هبو وهكذا سي مهمه ان الذهبين كي بادي دون تيد خطرتها ليله القدر ونبي وحوش يا عليه الصلاة والسلام طبقا دمين لقى بعض الدونه وهو هدني يري التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر بنبي هدنا في كل وتر وارتبان كان دمك الرادية وهدنا وحكسي الرادي سام بنبي عليه الصلاة والسلام هبين ذا وتر كا هبين ذا وتر كا كسي الرادية ومحاد طبعا وحاط قبل عائشة وحيتني وإلهي هدو إلى كل ميم حان يالا حديث ابن ماجه يترمذي بورينا يا شيخ البناني صحيح يا شيخي وهنا بقول عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وأعطينا هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلى أهيو مدو حافية بات إي عفني وعفي ذا رجعل يا رب ويعفي له إذا هبين كان سي أبو الراد عيسو
بريدة إلهي بضي بريدة إلهي بضي وهبين كن نبي قليل فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث أحمد بن السائبة ورين أيام شيخ الألباني صحيح أخوة المامي وهبين كن بلوتك خير بضن سيد القرآن فمشي أغيد ومن حرم خيرها فقد حرم قلنا بقولي هبين كاح نكاح خير كيدا وياه هبين كاح خير كيسا نكا وياه كاسي خير بواه وخير بالا خير بالا يا شاسي أنا دو قبيري هبين كان رابعين بلكم بلود عبادة دو فضن بيسي هديات شقالة هاي أولغو يراه دو طبعا مالك هم إذا هدات سفي عنو شقيسيد كم بلاد مشاهر كود بالغسيرة يبحث سوى لها الدوع وينو كلا بلا بشيكين وان شغالة هاي المسكين قم دولار شم بخلون دولار ساح بخلون دولار وحقا طا دمتنا وحل قولي طبعا كان عاشو ما لن باكو جرته هدات سفي عنو شقيسيد كم بلاد مشاهر كود دات غادة نسا كم بلاد مشاهر كود وين مسا دهو بيشن بد جلسة عمرك هاي تكهدي وصدق هي سديت أني أدرى صدق هي سديت أن صلي أدرى دويا هدي باي مشقة دوم عمر كأكو حرنت مشارك جم قيسوا هذا طبعا كعشم مالك نحنا دي سيد هذا تصير في عنو شقة يسوع بنشن كعاد قادة نيسوع أوفر دي على عقد كوي ما نيسوع بالخبر عمر كي جنة هاي دوا وعلى هلايا يا ماشى يا خير كله هلايا عمر كي تهاي جنوي ينكور سيد أوجي يا إلهي سبحانه وتعالى سل ينودر سيو هبين كم فضلك سال ينيركو وروح هبينك قرآن كسود دقيبا لي إنا أنزلناه أقول في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وهبينك إلهي سبحانه وتعالى وأدور طي هذا الكيسة وآدنها قرآن هضل يوح وشي يقيو إنه سود دقيو وهبيك القرآن كو كشيء غيره كم بلاد كم بلاد ودور يسديت السنادات وسدح يسديت السر وح كبدن بلاده سدح يسديت السر سدوه لبديه يعني بحويا صلاة هبين كنتو كتا سدح يسديت السنادات بلاد سنادات صلاة كم بلاد صلاة كريس يودي كتا وردي قاعد وردي داين تاسو وردك مايا يعني عمل كخير كات شقي ستا عمل لشقين يلا وري سديت سنادات مو محي ايو لا فضل يا وردك مايا الهي وحوت المام يا هبن بركاي سن وي هدا دين ون بركه رادينيسو سومالدو بركاي دونتا سوما حبالا ولا سو بركاي ستا مشا ولا بركاي ستا وا بركه لا رادينيا هدا بركه ربطو ان انزل له في ليله مباركه بالهي هبين بركة يسن هبين كم باع الرادي وهبين ملائكة سودكته جبريل له سودكه حتى جبريل ملائكة أربعة سودكته وقدر كان القدر ولما ذا مفصلين تقارب أربعة شيئا هنا يتهي من الضيق عديدة يتهي وهم في ليا علم كل لغوي هاي خليل ابن إبراهيم الفراهيدي سيدو شيئا يو خليل ابن أحمد الفراهيدي سيدو شيئا يو أن ضيق عليك بكون فسريا وحلي ملاك تروك عليك كل نقطة إذا ملاك تيضك في عنابة سود دجا وهي سلام بإلهك تلمام وهبين بتقولي شيطان ينتح ما هو دورنا بالغنا بتقلا وهبين مقادير تصنت كصوص عطى فيها يفرق كل أمر حكيم مقادير تصنت كصوص عذارنا الصوق روا ملاك تلوسه ديبو وهبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث صدع شيب تلمامي قفك رمضان صوما إيمانا واحتسابا إسقو يقين سن أو رمي سن أو مخلصة وطاعة لو مخلصة مين إياه واحتسابا حساب سن إياه
إلهي وعدكيس يا وعيدكيس أنا رميسان تبقي سهرة لنافة نيجا رمضان تتكادا هبين ندى يسوى إيمانا واحتسابنا تبقي سهرة لنافة هبين كان السجارة نيجا تكادا هبين كالليلة الغدرية نيجا تكادا تبقي سهرة لنافة بلغي غفر له ما تقدم من ذنبي. إذن أيها الأحبة وهبين كاسي قدر كيسي ووي هي أوبا هي قفك مسلم كاهي إن حوق الراد عيو عبادتك أوبا ظن طبعا كان الله سمي علماء التلمامة وحكم ميدا ورانك وآخر السيسة لبادية ورانك وآخر السيسة يتدبر كيسة لبادية ويا إلهي بشم بوضوح طين الرم سودة جيو نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل باين توي ما دوب بشر تن قرآن كلا آخر يشير ولا دراسين يشير سنة يودن بين الله بقور باب جبريل لا دراسة يكود الآخر علماء المسلمين تهاي ده كدن بيسينا وكد ذلك يشير إن القرآن كآخر سكي صبديا كو ده واحد لقور دي هرت القرآن كا وحيا بق فضي بدنا هو كي حديث النبي قلت المامي قرآن كحرف حرف بقى الله ترينا يا محي آخر سيس ألف باء تاء ثاء الحمد لله رب العالمين سأصل وقترنا يا وليا فرتنية داي فاتحة كاكو أمامت يا حرف معناه دي وحويان كن يدور بغل وأجر دي يالانس مركز فاتحة دول آخر إذا قرآن كوحل قوار دي أبو فضي بدنية آخرنا هو الشفاعية ولذلك أي السلف كي أمضتني وحي حوق قد ذلك شرين إن القرآن كإن بغن لميا بش رمضان حلقة شيء قال أسود بن يزيد إنه مصحفك مركي سعادي قال لحدي هبين بمر لمين شرين رمضان هذا يسوق عشانه سد حدي هبين بمر لمين شرين بين هذا هذا طبعا كان ضم بسوق لنا هبينك استمر بودا ميجر يعني وقتك عادي الصبح هي قرآن كبو بودا ميجر رمضان سده دي هبين بمر بودا ميجر طبعاك هبين الدنبنا هبينك يمر بودا ميجر إمام الشافعي إساقا وحانا ملايين بلاي شيخ جري لحدا ختمه بو أخري جري بيدا هذا إمام مدهب كان شافعي ده سمال ده هستطاع لحدا ختمه أيوة رمضان تأخري كذي بين هذا لحدا قار بودا ما يجي تدمني سبعين يوم مالك استلا بشهر لحدا ختم بودا ما يجي وام حي طوع غير عادية وهذا سو كي حديث صار رأي النهي جو النبي جودي ذي عبد الله بن عمر بن عاص صدح وحكى بطن الحافظ بن حجر الحافظ بن رجب ابن رجب هو سوا فتشنا يا وحلية هاي أن النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث إنما هو على الوجه المعتاد سدح بين كيرنا القرآن كالغنى ما ينوى وجه معتاد كاه أما في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها أو في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان والعشر منه فلا يكره وعليه عمل السلف إليه علي هي الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قراءة عادية وقفك مسلم كي سنة كيس عادية آخر سنة يمفعنا صدح كير من كل مرية لأن كنت تدبرته ووفر ستابا الروح أما أبو لي كسوى وجهك معتاد كين هدي هذا ما كنت فاضل خاتكتو مثلا المخوك لا تكتو هذي يرشو بيسو أما أوقات فاضل كي سوق شو سيدا بشر رمضان وخلي أما طبعا كعشي وقدم بيو خلي كره يما أبو لي إنت كبدي سيد وصدح غير إنك كل ما يسيد سيدا سانو قدر يريبو لي عمل في سلف صالحة يعني دو كبدي إن هذا لك وإنتي علماء دو يدين شيء سيبن بان إنك كعلي أنا قول ربابون ما داما إيمان تقوبي على باطن هيدو هبين بتقي لغاية بين سيدي دون هردي أما السقال هردي وبدطو إنا ندين لي رجليه سيا آخر دين يحوك سجين يا عمل كينا وناكسن ودر درق لسان وغدا راتان
وحي ذنوبه يا وحي مباحاته ذنبي سقى مباحات الهينه وحيا به مباح اسكاها الشيكدي وركي بدناي كرددي بدنايدي وحا انت تسو يريسو بل سيدان هبينا هاري اما سقال كان هبينا هاري رقا رقا انت نسكا لقل رقا رقا برقي هران كده بطلو سلف الأمة يسي ونغ بجرين والتصبيح تحميد تهليل لا حول ولا قوة إلا بالله صلق النبي عليه الصلاة والسلام قرآن أخرس يوحي لم إذا الصلاة أن سكت دينا إنا مبادنه واركيق وقلبته انت أسمكم ليه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.